اكيد احنا مستعدين للماتش، اكيد ماتش مهم ان شاء الله هنركز فيه اليومين الجايين دول، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه ونفرح جمهور النادي الاهلي. الحمد لله انا دلوقتي كنت الفتره دي كويس الحمد لله، هي الفتره اللي فاتت بس حصل لي شويه مشاكل كده، وكان محتاج ان انا في فتره كده محتاج ان انا كان المفروض ان انا اريح فيها، والحمد لله قدرت انزل ملعب في اسرع وقت الحمد لله واشارك مع زمايلي. ان شاء الله عندنا ماتش، الماتش الجاي باذن الله بنفكر فيه، ان شاء الله نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي باذن الله. لا طبعا اقول له كل سنه طيب ياسر، وعقبال مليون سنه كده ان شاء الله، ودايما ناجح ومكسر الدنيا، وربنا يحفظك يا رب ان شاء الله ويخلي لك ولادك، ودايما كده مكسر الدنيا ان شاء الله، وربنا يكرمك الفتره الجايه باذن الله.